والترحيب الكبير بهذا الجمع من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين الذين جاءوا من كل مكان إلى العراق، الذي يشهد هذه الأيام لله الحمد إقامة مثل هذه المؤتمرات. فقبل أيام كنا حاضرين في ملتقى السليمانية، واليوم نتواجد هنا في هذا المؤتمر في بغداد. وهذه علامة صحية ومضيئة تدل على أن العراق استعاد مكانته الطبيعية، حاضناً للحوارات والمؤتمرات والفعاليات بمختلف مسمياتها. الحضور الكريم، نقف اليوم على أعتاب الذكرى 20 لسقوط النظام الدكتاتوري البغيض، مستذكرين آلام شعبنا ومعاناته في تلك السنين التي سادتها الحروب العبثية والتخريب الممنهج وعزلتنا عن مواكبة التطور والتقدم، حتى جاءت لحظة التغيير في عام 2003 وصار شعب العراق صاحب القرار في رسم مستقبل البلد. فتقاطرت جموع العراقيين في سنة 2005 نحو صناديق الاقتراع بانتخابات نيابية تتحدى القذائف الصاروخية التي كانت تتساقط على مراكز الاقتراع والهجمات الإرهابية الانتحارية وهي تتربص بهم عند كل ناصية وزاوية. ثم بعدها بدأ التحدي الأهم في السنة نفسها، وهو اختيار دستور دائم ينهي الحالة الشاذة التي سار عليها النظام الدكتاتوري، الذي صاغ دستوراً مؤقتاً يوافق مزاجه من دون أي اعتبار أو مراعاة للحقوق الأساسية لجموع العراقيين. فاختار العراقيون في 15 من تشرين الأول عام 2005 دستوراً دائماً يؤسس للمواطن ويضمن كل الحريات، والأهم إنه صار السقف الآمن الذي يستظل به العراقيون بعد أن عاشوا تحت ظلال الخوف والقهر، لتزداد بعدها التحديات والمخاطر حول التجربة العراقية بسبب الإرهاب. ونبدأ مع هذا التحدي مرحلة قاسية على أبناء شعبنا، فكانت مناظر الجثث الملقاة في الشوارع جراء القتل على الهوية مناظر غريبة على العراقيين الذين تعايشوا لمئات السنين وهم يتقبلون بعضهم بلا حساسية أو استنفار طائفي أو كراهية عنصرية أو قومية. واستمرت بعدها مثل ما كنتم تشاهدون وتسمعون موجات العنف الطائفي والعصابات الإجرامية وعمليات التهجير على الهوية، ليصبح العراق سوقاً لأخبار الموت والقصص المروعة. ثم جاءت صدمة احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمناطق واسعة من محافظاتنا شمالاً وغرباً، حتى إذا ما طرقت أيادي الخطر أبواب بغداد استنفر العراقيون جميعاً بعد فتوى الجهاد الكفائي ولملموا ما تشتت من شملهم وتزاحمت أكتافهم على السواتر ليسطروا أروع القصص عن شعب تجاوز آلامه وجراحه وخاض أشرس معارك التاريخ لتحرير أرضه من أسوأ عصابة إرهابية، واختلطت دماء العراقيين جميعاً وهب ابن الجنوب والوسط وانتخى ليدفع الضيم عن أهله في نينوى وصلاح الدين والأنبار. ثم بعد أن عبرنا تلك المحنة كانت آثار التلكؤ واضحة، وأخذت الشكوى من سوء الإدارة وهدر الأموال بالتنامي، حتى شهدنا الكثير من علامات السخط
إزاء عدم قدرة مؤسسات الدولة على الإصلاح والقيام بواجباتها كما هو مطلوب. وبعد مخاض عسير جاءت حكومتنا الحالية التي تمثل الحكومة السادسة بعد التغيير. هذه الحكومة التي رسمت برنامجاً طموحاً وشاملاً للنهوض بالعراق والسير به نحو استثمار كل ثرواته وطاقاته وتوظيفها لتعويض ما فاته من سنوات الخراب. والأهم هنا هو السير به إلى ضفاف الهدوء السياسي بعيداً عن أمواج الصخب والخلافات التي عطلتنا كثيراً عن خدمة أبناء شعبنا الذين طال صبرهم علينا. فعقدنا العزم وتوكلنا على الله لننجز ما تلكأ إنجازه ونبني ما تم التخطيط له ليستعيد العراق مكانه الطبيعي بين الدول التي تؤسس في الحاضر وتمتلك ناصية المستقبل، انطلاقاً من الثقة بمقدرات البلد لتحريك مفاصل الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتطوير الخدمات ومكافحة الفقر وتوسيع دائرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية وإحياء الضمان الصحي. يشاركنا في هذا البرنامج القطاع الخاص الذي منحناه دوراً مهماً في الموازنة الاستثنائية التي صوتنا عليها لثلاث سنوات في خطوة جريئة لأول مرة، تعبيراً عن رؤية واضحة تؤسس لمرحلة نطمح أن تكون جادة ومختلفة لتنطلق حركة الإعمار والبناء، والتي سنتابعها بدقة سواء من خلال المتابعة الشخصية أم من خلال اللجان الحكومية التي شكلناها. ولن نتهاون هنا مع أي تراجع أو تلكؤ أو خلل قد يتسبب باستغلال مال الشعب لمصالح ذاتية أو حزبية أو فئوية. فالثروة الوطنية ملك العراقيين جميعا، وكل ذلك يتوقف على عزمنا في مكافحة جائحة الفساد، تلك المعركة الكبرى التي إن تهاونا فيها خسرنا كل معاركنا الأخرى. والانتصار لا يأتي إلا من خلال التعاون بين كل مؤسسات الدولة، فتضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية سيعبد الطريق أمام تحقيق كل الأهداف المرسومة التي لا نبتغي منها سوى وجه الله والعراق ورضا الشعب على دولة. وأقولها بصراحة، إن التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن التي تراجعت نتيجة ضعف الأداء وكثرة الوعود والأقوال وقلة الأفعال والإنجاز. وبما أننا بصدد ذكرى التغيير، فمن المناسب التأكيد بأن النظام الذي قضى وانتهى بشخوصه وتشكيلاته لا يزال مقيماً في الكثير من المرافق، وما زلنا نعاني من منظومة قانونية بالية وبعقلية مركزية متخشبة، مما يتطلب الحزم في الإصلاح بكل أشكاله والإسراع في وضع الأمور بنصابها الصحيح. فلا يمكن أن تكون النتائج مختلفة دون تغيير المقدمات. السيدات والسادة، إننا وبكل ثقة نستطيع القول إن الماضي بكل ما فيه من آهات ومحن وخراب قد صار درساً مهماً لنا اليوم لنثبت لأنفسنا وللعالم أجمع إن العراق مهما تسلقت على ظهره المحن ومهما خذلته أقداره بسبب الدكتاتورية وسوء الإدارة، فإنه يمتلك الإرادة والمقومات على النهوض والعودة إلى حيث الأماكن التي تليق به. ولأننا
نمتلك ثروات متنوعة هي مصدر قوة لنا، ثروات بشرية ومكوناتية وطبيعية وحضارية وثقافية، فهي ثروات تجعل العراق بلداً قادراً على صنع الفرادة والتميز. أبارك لكم هذا المؤتمر، وأتمنى للجميع التوفيق، وأجدد ترحيبي بضيوف العراق من كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.